شرحنا اليوم هو عبارة عن تطبيق لفك حظر الواتساب والفايبر. اسم التطبيق سيت فور بي في، هو عبارة عن تطبيق في بي ان. بمجرد ان تنزله يعطيك 6 أشهر تفعيل مجاني. طريقة التنزيل، افتح جوجل بلاي، البحث، تكتب في البحث save4.me ثم تنقر بحث، يظهر هذا هو التطبيق في القائمة. طبعا قمت بتثبيته، بعد تثبيت تضغط على فتح ومجرد التسجيل. الآن عندي مفعل حتى 18 أبريل 2016، وتستطيع من هنا أن تغير البلد. هذه البلدان موجودة في التطبيق، ومن هنا الاتصال اضغط عليها لإلغاء الاتصال، ومن هنا الاتصال أيضا. هذا كل شيء بالنسبة لشرحنا اليوم. الآن يقوم بالاتصال، لابد أن تظهر الأسهم هنا وتتصل التطبيق، ولكم الشكر.